طاب مساؤكم، نحييكم وهذه نشرة التاسعة هذا المساء وهذه عناوينها. في أول ظهور له منذ أسابيع، البرهان وسط جنود من الجيش أمام مقر قيادة القوات البرية والقيادة بالخرطوم. وأنتهز هذه الفرصة للترحيب بمشاركة الجمهورية العربية السورية في اجتماعنا اليوم. قمة جدة العربية تنطلق باجتماع وزراء الخارجية التحضيري بحضور سوري وعربي كامل. فرنسا تضيق الخناق على جماعة الإخوان وتجمد 25 مليون يورو في حسابات تابعة للتنظيم. مؤسس تشات جي بي تي يؤكد المخاوف ويعترف الذكاء الاصطناعي يضر العالم إذا لم ينظم عمله. وفي تفاصيل التاسعة هذا المساء، في أحدث ظهور له منذ بدء الاقتتال في السودان منتصف الشهر الفائت، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ظهر وسط عدد من جنود القوات المسلحة أمام مقر قيادة القوات البرية في الخرطوم. هذا ظهور المفاجئ يأتي وسط اشتداد الاشتباكات بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش في العاصمة السودانية. وفي السودان أيضا عائلات تنتظر خبرا أو ما يدل عن حياة المفقودون خلال الاقتتال والذين فاق عددهم 200. هؤلاء اختفى أثرهم، بقيت صورهم التي ينشرها أقاربهم كل حين على مواقع التواصل لعلهم يجدون مخبرا. عضو اللجنة التنسيقية لمبادرة مفقود سارة حمدان أكدت أن عدد المدنيين بين المفقودين فاق 198 شخصا، عاد منهم 25 فقط إلى ذويهم، فيما تم العثور على 5 جثث. أوضحت أن غالبية العظمى من المفقودين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عاما، بينهم محمد مروان أو العريس المفترض الذي اختفى قبل زفافه المقرر في 13 من مايو. محمد اختفى بظروف غامضة في أول يوم من المواجهات، اتصال هاتفي أخير أجراه مع خطيبته قبل التحرك لأخذها من مستشفى السلاح الطبي العسكري بأم درمان حيث تعمل، انتظرته طويلا ولم يأتي وفقد أثره منذ ذلك الحين. نذهب إلى الخرطوم، شهدي نادر الصحفي في مكتب العربية. شهدي أهلا بك معنا في التاسعة هذا المساء. النقطة الأولى، هل من رد فعل؟ قراءة للمشهد حول ظهور البرهان للمرة الأولى منذ أسابيع وسط جنود من الجيش أمام مقر القيادة المسلحة والقوات البرية في الخرطوم؟ شهدي هل تسمعني؟ نعم. شاهدي هل سمعت السؤال؟ هل من تفاعل حول ظهور البرهان وهذه الفيديوهات التي انتشرت؟ هل من تفاعل حول ظهور البرهان وهذه الفيديوهات التي انتشرت بيتوسط الجيش في العاصمة السودانية؟ نعم، هو ظهور بعد زمن طويل من
الاتهامات التي كانت تول الحديث الذي كان يتداول بأنه غير موجود وما إلى ذلك. هذا الظهور كانت له أصداء على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، حمل تأكيدات بأنه موجود يقود المعارك بنفسه، أنه يتوسط جنوده في غرفة القيادة المركزية، يقود العمليات، حمل تأكيدات لحديث سابق بأنه لن يقادر هذه المنطقة، نفى فيه صحة أول الأنباء التي تتوارد حول أنه غير موجود وما إلى ذلك. هو كان قد تحدث خلال وقت سابق في تصريحات بأنه إما أن يبقى هو سيقود هذه العمليات حتى نهايتها، إما نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر من الخرطوم، شهدي نادر الصحفي في مكتب العربية. تسلمت السعودية رئاسة الدورة 32 للقمة العربية من الجزائر رئيس الدورة السابق. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان رحب بمشاركة الوفد السوري، مشددا على ضرورة الوحدة لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم. وأنتهز هذه الفرصة للترحيب بمشاركة الجمهورية العربية السورية في اجتماعنا اليوم. أصحاب السمو المعالي، يمر عالمنا اليوم بتحديات وصعوبات عديدة تجعلنا أمام مفترق طرق. تحتم علينا الوقوف صفا واحدا وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، لتصبح منطقتنا آمنة ومستقرة تنعم بالخير والرفاه. إن منطقتنا العربية تسخر بطاقات بشرية وثروات طبيعية تجعلنا أمام تحدي مع أنفسنا، يفرض علينا جميعا التنسيق المستمر وتسخير كافة الأدوات الممكنة وتفعيل وابتكار آلات عمل جديدة، نابذين خلافيتنا البينية، رافضين التدخلات الخارجية، واضعين نصب أعيننا مصالح دولنا وشعوبنا من أجل تحقيق نهضة شامنة طالما تطلعت إليها شعوبنا. القمة العربية في دورتها 32 تتزامن مع عدد من الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، منها الاشتباكات في السودان، عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والأحداث في غزة وغيرها. السفير حسام زكي مساعد الأمين العام للجامعة العربية قال إن الملف السوداني سيتصدر أبرز الملفات المنتظرة على طاولة القادة العرب، حيث تتواصل الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية على هامش القمة بهدف بحث كيفية التحرك قدما لتحقيق وقف مستمر لإطلاق النار. لفت السفير إلى أنه بالإضافة للسودان هناك ملفات سياسية مهمة تأتي في مقدمتها فلسطين، كذلك قضية إعادة إعمار سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية بعد 12 عاما من الغياب، إضافة إلى الاتفاق السعودي الإيراني الذي تنتظر انعكاساته على الاستقرار في المنطقة. من جهته قال وزير الخارجية السوري إن دمشق والرياض لديهما القرار من القيادات في البلدين بالتقدم بالعلاقات، وأضاف أن دمشق ستتبادل مع الرياض كل التسهيلات لإعادة فتح السفارات في الرياض ودمشق. نحن سنرحب بأي دور ستقوم به الدول العربية في هذا المجال. هل سيكون الرئيس السوري متواجدا في القمة؟ كما جرت العادة، سوريا لا يمكن أن تغيب عن أي قمة. يعني الرئيس السوري سيكون موجود؟ كما قلت، لا يمكن لسوريا أن تغيب عن أي قمة. نذهب الآن إلى جدة، ومعنا من هناك أحمد باجاتو مراسل العربية. أحمد، مرحبا بك معنا، أبرز مشاهداتك عما دار اليوم في اجتماع وزراء الخارجية العرب ضمن التحضيرات التي تسبق القمة المنتظرة يوم الجمعة. أحمد. نعم، أهلا نادين. يعني كان هناك بعض الملاحظات التي كانت واضحة ربما للكثيرين، أبرزها بالطبع الترحيب المستمر والكثير من جميع أو معظم الوزراء بعودة سوريا مرة أخرى للجامعة العربية. هذا الترحيب كان واضحا في كلمات المتحدثين الذين تحدثوا في الجلسة العانية، سواء وزير الخارجية الجزائرية الذي سلم رئاسة القمة لوزير الخارجية السعودي، ومن ثم بعد ذلك كانت هناك كلمة للأمين عام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط. أيضا
الاجتماع لم يكن اجتماعا طويلا، وهذا ربما يدلل كما يقول بعض المتابعين هنا ان يعني لم تكن هناك ثمة خلافات، الامور كان عليها اجماع بصورة كبيرة، الملفات التي طرحت تم التوافق عليها في اجتماع الذي تم بالامس ما بين المندوبين الدائمين في الجامعة العربية والذين قدموا توصيات ومشروعات قرار للوزراء الذين اجتمعوا اليوم في اجتماع لم تكن مدته طويلة، وكان هذا ملاحظا بصورة كبيرة. حتى أن الوزراء الذين خرجوا والتقينا عددا منهم في كلماتهم لنا أكدوا هذا الأمر بصورة واضحة، نعم. التوافق حول عودة سوريا، التوافق حول الوضع أو إنهاء يعني الأزمة في السودان، التوافق حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، التوافق حول الكثير من الأمور. أيضا كان هناك تأكيد من قبل الكثير من الوزراء وترحيب بالدور الكبير الذي قامت به السعودية المملكة العربية السعودية في حل الكثير من الأزمات، وقالوا أن هذه القمة هي قمة التجديد والتغيير، خاصة وأن هناك أو كانت هناك يعني أمور دبلوماسية وجولات دبلوماسية حديثة قبل انعقاد هذه القمة، خاصة فيما يتعلق بالتقارب مع كل من تركيا وإيران، وهذا انعكس واضحا في اجتماع اللجان التي اجتمعت اليوم المعنية بالتدخل في الشؤون الداخلية الدول العربية. هذا الأمر كان واضحا في هذه الاجتماعات. نعم. طيب أحمد، حضور عربي مكتمل كما وصفه أبو الغيط، إذا ما تحدثنا عن مستوى التمثيل وحجم الحضور وجدول أعمال غد. نعم، هذا الوصف هو ما ذكره بالفعل أحمد أبو الغيط أمين عام لجامعة الدول العربية، حضور عربي مكتمل. بالطبع عندما سألنا الأمين عام المساعد لجامعة الدول العربية عن هذا الأمر قال أن لكل دولة الحق في اختيار من يمثلها، الحضور سيكون كبيرا على مستوى الزعماء والقادة والرؤساء، لكن يعني أبرزهم بالطبع سيكون الرئيس السوري الذي غاب عن هذه القمة ل12 عاما. سألناه أيضا عن البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، قال أنه لن يحضر، سيكون هناك ممثلا عنه، لكن في معظم الأحوال سيكون هناك حضور كبير وغير مسبوق فيما يتعلق بتمثيل القادة والزعماء والرؤساء لدولهم. لكن بالطبع حتى الآن لا يوجد تأكيد يعني على من سيحضر بصورة واضحة، إلا فقط عندما تحدث وزير خارجية السوري لنا وقال أن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون حاضرا في هذه القمة. شكرا جزيلا لك. من جدة أحمد بقاتو مراسل العربية. بعد 12 عاما من الغياب، سوريا تعود إلى الحضن العربي وتشارك في القمة العربية. الوفد السوري يضم وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ومعاونه أيمن سوسان ومدير مكتبه جمال نجيب، وزير الإعلام بطرس الحلاق، مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بسام الصباغ، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية رياض عباس، مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات قصي الضحاك، مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية في القاهرة باسل سكوتي. نعبر عن ارتياحنا لكل التحضيرات التي قامت بها قيادة المملكة وعلى مختلف المستويات، ونحن هنا لإنجاح هذه القمة. نحن نتطلع إلى الحاضر وإلى المستقبل. وفد اقتصادي سوري شارك أيضا في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيرية للقمة، على رأسهم وزير الاقتصاد السوري محمد خليل. ندعو الدول العربية إلى المشاركة في الاستثمار في سوريا في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار. التاسعة هذا المساء مستمرة ونتابع في سياقها، ولكن بعد قليل. النيابة السويسرية تطالب بسجن حفيد مؤسس الإخوان ل3 سنوات. مستمرون معكم في التاسعة هذا المساء. قطع الشريان المالي الوسيلة الأحدث التي اعتمدتها فرنسا لتضييق الخناق على جماعة الإخوان. الضربة
استهدفت خرق جيوبهم، أي عبر استهداف جمعيات تابعة للإخوان. صحيفة لوفيغارو أكدت تحديد 20 صندوقا تابعا لأوقاف وتبرعات باعتبارها مشكوكا بارتباطها بتيار متطرف في فرنسا. الإجراء رافقه تجميد ما يقرب من 25 مليون يورو في مختلف صناديق الهبات التابعة للإخوان في البلاد. هذه الأموال وفق الصحيفة استثمرت بشكل غير قانوني لضمان تشغيل وصيانة المساجد والمنظمات المعروفة بقربها من جماعة الإخوان. وعلى أثر الإجراءات الفرنسية أقدمت منظمتان محسوبتان على الإخوان على حل نفسيهما بعد فحوص بما في ذلك صندوق أكيلة في مدينة أورليان وسط البلاد. الجماعات إذن المرتبطة بالإسلام السياسي في فرنسا متهمة باستغلال التبرعات الداخلية والخارجية لتمويل مشاريعها ونشاطاتها وفق ما تقول لوفيغارو. نذهب إلى باريس ومعنا من هناك وليد عباس الصحفي والمحلل السياسي. سيد وليد مرحبا بك معنا في التاسعة هذا المساء. هل تأخرت هذه الخطوة من قبل فرنسا خصوصا وأن جماعة الإخوان مصنفة إرهابية في عدد كثير من دول العالم؟ الخطوة تأخرت نظرا للحجم الذي تم العثور عليه أو تم تحديده في إطار التحقيقات. ما تم تحديده حتى الآن حوالي 20 صندوق هبات، المبالغ التي تم تجميدها بالفعل تصل إلى 25 مليون يورو. إذن نحن أمام جسم كبير للغاية، ووفق التحقيقات أو التسريبات التي جاءت عن التحقيق أنه كان يشكل شبكة تمتد من مدينة ليل في الشمال إلى مدينة مارسيليا في الجنوب. وفي الوقت ذاته كان عمليا خلق لمجتمع كامل للسلطة، يعني هناك مشافي، هناك تشغيل لناس في شركات معينة، هناك مدارس قرآنية ومدارس دينية، يعني خلق مجتمع متكامل معزول عمليا عن المجتمع الفرنسي. وفي كافة الأحوال هذه هي الطريقة التي شاهدناها في بلدان أخرى مثل مصر، يعني كان يتم خلق مجتمعات موازية يتم تشغيل الناس وعلاجهم وتقديم المعونات إليهم وإلى آخره. طيب أستاذ وليد، الخوف الأساسي وكان يقال أيضا بأن جماعة الإخوان كانت تستفيد من المنظومة الفرنسية بتمويل العام مثل حملات مكافحة الإسلاموفوبيا، كيف ذلك؟ كانت تستفيد من القوانين الفرنسية، بمعنى المشكلة أن صناديق الهبات في الماضي لم تكن تخضع لمراقبة شديدة من قبل السلطات المعنية، لأنها الفكرة في النهاية أنها صناديق خيرية تعمل للعمل الخيري، وبالتالي الرقابة عليها كانت محدودة إلى حد ما، وكانت هذه هي الثغرة التي يتم من خلالها تمويل الجماعات وتمويلها بمونتاج يعني معقد للغاية، يمر عبر شركات عقارات هي التي تدفع الأموال لصناديق الهبات، ثم صناديق الهبات تقوم بمنح جمعيات خيرية بصورة غير قانونية، منح الجمعيات الخيرية الأموال اللازمة لتمويل نشاطها سواء لرعاية مساجد أو مدارس قرآنية أو مشافي إلى آخره. بالتالي المونتاج القائم كان معقد على مستوى حركة الأموال، كان معقد على مدى امتداده من شمال فرنسا إلى جنوبها، أيضا كان معقد في مجالات اهتمامه وامتداده لمجمل نشاطات حياة المسلمين الذين يدخلون في هذه المنظومة، سواء على مستوى العمل، على مستوى العلاج، على مستوى الرعاية الاجتماعية، وبالتأكيد على المستوى السياسي أيضا. أضف إلى ذلك أن هناك مخاوف كبيرة لدى الفرنسيين
من الأثر السياسي وامتداد بلدان أجنبية أو جهات أجنبية للتأثير عبر هذه المنظومة على السياسة داخل فرنسا. والمثال المشهور بالنسبة للفرنسيين هو المثال التركي، عندما حاولت تركيا بالفعل عبر بعض هذه الجمعيات التأثير أو القيام بدعاية داخل فرنسا ضد قانون منع مكافحة الانفصالية. طيب أستاذ وليد، ماذا بعد الخطوة الفرنسية؟ كيف ستتأثر جماعة الإخوان، تحركاتها، أنشطتها في فرنسا؟ على ما يبدو أن التأثير كان مباشرا، لأن الضربة جاءت في مصادر التمويل، ربما هي أخطر الضربات، بمعنى أن هذا هو المنفذ الذي قررت السلطات الفرنسية في نهاية الأمر الدخول منه إلى هذه الجماعة. حاليا على ما يبدو أن هذه المنظمات المختلفة توكل محامين مرموقين للدفاع عن مصالحها، وتبحث أيضا عن آليات جديدة للتمويل. البعض منها قرر أن ينسحب من اللعبة وأغلق بالفعل أبوابه، والبعض الآخر يحاول التأثير على السلطات المنتخبة محليا في بعض المدن، والتي تريد سواء النواب أو أعضاء مجالس محلية يريدون النجاح في الانتخابات المقبلة، فيحاولوا الضغط عليهم أو التأثير عليهم. ولكن هذه المرة الحركة تبدو شاملة من قبل السلطات الفرنسية على مستوى سواء المنتخبين في المجالس المحلية، على مستوى المالي، على مستويات مختلفة. أنا أشكرك جزيل الشكر. من باريس، وليد عباس، صحفي والمحلل السياسي. في متابعات محاكمة حفيد حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان طارق رمضان، شدد النائب العام السويسري على ثبات أقوال المدعية وتقييم الأطباء النفسيين للواقعة بصفتها عملية اغتصاب، حيث طلب النائب العام الأول أدريان هولوي طلب في جنيف انزال عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات بين 18 شهرا مع وقف التنفيذ بحق رمضان بتهمة الاغتصاب في قضية تعود لعام 2008، معتبرا أن طارق رمضان تصرف بدافع تلبية رغبته الجنسية مع امرأة استخدمها كغرض على حد وصفه. خزانات أوكرانيا باتت تفيض بصواريخ غربية تختلف بالمدى والدقة، لكن الهدية البريطانية الأحدث قد تغير وقائع المعركة. كييف بدأت باستخدام أكثر سلاح متقدم تلقته منذ بدء الحرب، وهو صاروخ ستورم شادو، صاروخ كروز بعيد المدى طورته بريطانيا وفرنسا بشكل مشترك، يزيد مداه على 250 كيلومترا. هذه هي المسافة أقل بقليل من مدى أنظمة صواريخ أرض أرض التكتيكية الأمريكية الصنع والمقدرة ب 297 كيلومترا، والتي طالب بها زيلينسكي مرارا. ستورم شادو إذن يتجه إلى هدفه بسرعة 987 كيلومترا في الساعة، أو 0.8 من سرعة الصوت. يمكن إطلاقه من الأرض أو باستخدام الطائرات، بل يمكن تركيبه على الطائرات السوفيتية الصنع التي تستخدمها القوات الأوكرانية قبل الوصول لهدفه. يمتلك ستورم شادو تقنية حديثة هي تعمل بالأشعة تحت الحمراء وينخفض تحت الارتفاعات المعروفة لتجنب اكتشافه من قبل الرادارات بشكل عام. هذا الصاروخ يهدد الأراضي الروسية ويتيح لكييف الوصول لجميع الأقاليم الأوكرانية التي ضمتها روسيا كشبه جزيرة القرم مثلا، وبالتالي استهداف خطوط الإمداد والذخيرة ومستودعات الوقود هناك. تطورات دفعت بالقوات الروسية لإبعاد مواقع قياداتها ولوجستياتها بعيدا عن الخطوط الأمامية تحسبا لأي استهدافات، غير أن حساباتها يمكن التغلب عليها بإطلاق الصاروخ من الطائرة ببساطة. لكن خبراء عسكريين قللوا من إمكانية قلب هذه المعادلة للصواريخ نظرا إلى كلفتها العالية والمقدرة ب 800,000 يورو للصاروخ الواحد، وأيضا محدودية المخزونات الغربية منها. نذهب معكم الآن إلى صواريخ كينجال أو السلاح المثالي، كما يحلو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسميته، ولم تفوته الدفاعات الأوكرانية. الجيش الأوكراني أعلن عن إسقاط 6 صواريخ روسية من طراز كينجال تفوق سرعة الصوت خلال قصف كثيف واستثنائي على العاصمة. موسكو من جهتها
نفت اعتراض صاروخ كينجال زعيمة أن أحدها دمر أنظمة دفاع الجوي باتريوت التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا. كينجال أو الخنجر صاروخ باليستي يطلق في الهواء. تتباهى روسيا بأنه يستطيع التغلب على جميع أنظمة الدفاع الجوي، وتصر على قدرته على عبور أكثر من 11 ألف كيلومترا في الساعة، أي أنه عصي على التدمير وفق المزاعم الروسية، علما بأن معظم الصواريخ الباليستية تستطيع بلوغ سرعة فرط الصوت، أي 5 مرات أسرع من الصوت في وقت ما خلال تحليقها. ووصف رئيس إدارة العاصمة العسكرية القصف على كييف بأنه أقصى عدد من الهجمات الصاروخية في وقت قصير، وشمل نحو 18 صاروخا من الجو والبر وحتى البحر. يبدو إذن أن مطالبات كييف المتكررة بالحصول على طائرات F-16 والتي لم تلقى آذانا صاغية في واشنطن وجدت في لندن من يستمع إليها ويتبناها أيضا. فحكومة ريشي سوناك أعلنت عزمها تأسيس تحالف دولي لتزويد أوكرانيا بطائرات F-16 بعد لقاء جمع بين سوناك ونظيره الهولندي مارك روتي. وقضية تزويد كييف بمقاتلات F-16 تطارد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ شهور، حيث يواصل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقديم مناشدات منتظمة بشأن الحصول على تلك الطائرات. لكن هناك الكثير من العقبات التي ترى واشنطن أنها تعيق تزويد كييف بطائرات F-16. فالقوات الأوكرانية تحتاج إلى 18 شهرا على الأقل لتتعلم كيفية الطيران والحفاظ على هذه المقاتلات، بالإضافة إلى أن إرسال طائرات أقدم من طائرات F-16 سيكون مكلفا، حيث يبلغ مجموعها ما بين ملياري دولار إلى 3 مليارات دولار لنحو 36 طائرة. أما شراء وتسليم طائرات جديدة قد يستغرق ما يصل إلى 6 سنوات. أكد وزير الدفاع الألماني بوريس فيسوريوس أن بلاده لا تمتلك معدات عسكرية وقدرات لمشاركة نشطة في تحالف تزويد أوكرانيا بمقاتلات، مضيفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني بن والاس في برلين: لا يمكننا لعب دور نشيط في مثل هذا التحالف لأنه ليس لديها فرص للتدريب ولا كفاءات ولا طائرات. نذهب الآن إلى واشنطن، بيير غانم مراسل عربية من هناك. بيير مرحبا بك معنا في 9 هذا المساء، حتى نفهم الموقف الأمريكي إلى اليوم، لماذا ما زالت واشنطن رافضة على تزويد كييف بطائرات F-16؟ سألت قبل قليل وزارة الدفاع الأمريكية هذا السؤال ولكنهم لم يؤكدوا موقفا جديدا إن كانوا غيروا من مواقفهم المعترضة على تسليم أوكرانيا لطائرات F-16. ولكن ما نعرفه هو أن الأمريكيين كانوا يتحاشون إعطاء F-16 لأوكرانيا لكي لا يضعوا أنفسهم في موقع ومواجهة مباشرة مع روسيا. ولكن منذ ذلك الحين أعطوا صواريخ الباتريوت، أعطوا الكثير من الدبابات والمدرعات الأمريكية، وأصبحوا منخرطين أكثر في هذه المعركة، وربما لا يبالون كثيرا إن كان بوتين سوف يغضب من هذا التصرف. يبقى الجزء الثاني من هذه القضية، وهي قضية F-16 تحتاج إلى الكثير من التدريب على يد الطيارين الأوكرانيين، تحتاج إلى الكثير من العناية عندما تعود إلى القواعد الجوية، وهذه مسألة معقدة جدا، لكنها سوف تحصل، إن لم تحصل الآن سوف تحصل بعد حين. طيب بيير، هل وضعت الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا هذه المرة في الواجهة من خلال التحالف الذي أعلنت عنه بتزويد طائرات F-16 بأن بريطانيا لن تتحرك يعني بدون ضوء أخضر أمريكي مثلا؟ عادة البريطانيون لا يتحركون في هذه الخطوة إلا ما تكون هناك نوع من مباركة أمريكية أو تنسيق أمريكي مسبق. ربما يجب أن ننظر إلى ما فعلته بريطانيا على أنه تمهيد لعمليات التدريب للأوكرانيين، تمهيد لأوروبا لتستغني عن بعض الطائرات وإعطائها خلال الأشهر المقبلة إلى أوكرانيا. ما حدث خلال العام المنصرم هو أن الكثير
من السلاح من النوع الروسي والتصنيع السوفيتي الذي كان بيد الأوكرانيين، تم تحطيمه، تم استعماله، وما تسلمته أوكرانيا هو صناعات أطلسية كانت بريطانية أو أمريكية أو ألمانية، وخلال سنة أو سنتين ربما على أبعد تحديد 5 سنوات سوف يكون كل السلاح الأوكراني هو سلاح أطلسي أمريكي بريطاني وألماني. يعني هذه النقاط التي تشير إليها بيرو، في نقطة أيضا يعني أشرت إليها خلال حديثك واستوقفتني، قلت سأعود إليها مرة أخرى فيما يتعلق بأنه في المستقبل ستسلم كييف طائرات F-16، يعني هل سيأتي اليوم فعلا الذي ستحصل فيه أوكرانيا على طائرات F-16 كجزء من منظومة الأسلحة العسكرية؟ الجواب هو نعم وبشبه تأكيد، لقد تسلمت أوكرانيا منظومات أمريكية متطورة مثل منظومات باتريوت وهي نافعة جدا لهم في هذه المرحلة. كنت تتحدثين قبل قليل عن مواجهة هذه المنظومات لصواريخ الخنجر كنزل الروسية وهي فرد صوتية، وقد تمكنت هذه المنظومات من صد هجمات روسية، وبالتالي إعطاء الأوكرانيين السلاح الذي يحتاجونه أمر مهم جدا. سوف يحصلون خلال سنوات قليلة على تقريبا أكثر من 50% من كل الأسلحة، كانت طائرات مقاتلة أو كانت سلاح بري أو كانت سلاح بحري، سوف يكون كل ذلك من صناعة الغرب الأطلسي الأمريكيين وغيرهم. شكرا جزيلا لك من واشنطن بيير غانم مراسل العربية. قال مسؤول دفاعي أمريكي أن نظام الدفاع الجوي باتريوت عالي التقنية المقدم لأوكرانيا تعرض لأضرار خلال هجوم صاروخي روسي على كييف، لكنه لا يزال يعمل، حيث أشار إلى أن واشنطن تعمل حاليا على تقييم الأضرار المحتملة التي لحقت بنظام الدفاع الجوي، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل وفقا لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. 9 هذا المساء مستمرة ونتابع في سياقه ولكن بعد قليل. الذكاء الاصطناعي يفاجئ الملايين بجوابه عن قاتل أميرة ديانا. أهلا بكم في 9 هذا المساء. إلى تركيا، كيف ستتغير السياسة الخارجية لتركيا في حال فوز كليتشدار أغلو بالرئاسة؟ ملفات مثل العلاقات مع مصر وسوريا والتواجد العسكري في ليبيا ستكون على رأس قائمة التغيير. كليتشدار أوغلو اتخذ موقفا واضحا برفض سياسة إردوغان، أكد أنها تكلف تركيا الكثير من الخسائر وتعزلها وتؤثر سلبا على مصالحها. فبالنسبة لمصر، ومنذ عام 2013 رفض كليتشدار أوغلو تعامل إردوغان مع العلاقات مع مصر على أنها علاقات مع تنظيم الإخوان، ووصفهم وقتها بأنهم تنظيم إرهابي. بالنسبة لليبيا، تساءل كليتشدار أوغلو عن أسباب إرسال الجيش التركي إلى الصحراء هناك وما هي مصلحة البلاد من هذه الخطوة، وتعهد بإعادتهم في حال فوزه بالانتخابات. أما في الملف السوري، تبدو رؤية كليتشدار أوغلو واضحة، عبر عنها مرارا مؤكدا أن أولى خطواته ستكون العمل على إعادة العلاقات بين البلدين، وأيضا إعادة اللاجئين خلال عامين عبر التنسيق مع دمشق والاتحاد
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتأمين حياة كريمة لهم. المرشح المعارض يتبنى موقفا مؤيدا للمفاوضات والحوار بين أذربيجان وأرمينيا بدلا من إرسال الدعم العسكري لباكو ضد يريفان. هنا لابد من طرح مسألة مهمة جدا في الداخل التركي، وهي الاعتراف بمجازر الأرمن. هو أمر يتفق فيه كليتشدار أغلو مع أردوغان ويرفض الاعتراف والتدخل الغربي في هذه القضية. رضاه بات مطلوبا من الطرفين، أي أردوغان وكليتشدار أوغلو، بعد حصله 5% من أصوات الأتراك في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية. سينان أوغان يوصف بصانع الملوك أو بيضة القبان في الانتخابات الرئاسية مع قدرة أصوات أنصاره على قلب المعادلة. أوغان الذي حل ثالثا بالدورة الأولى أكد أنه منفتح على الحوار مع كلا المرشحين، لكنه ألمح إلى إمكانية دعوة أنصاره وناخبيه لدعم أردوغان، لكنه كرر مواقفه فيما يخص القضية الكردية، فشدد على معارضة كل منظمة لا تنأى بنفسها عن الإرهاب، أي في إشارة لحزب الشعوب الديمقراطي الداعم لكليتشدار أوغلو. هنا يقف كليتشدار أوغلو أمام خيارين كلاهما ليسا في مصلحته، خسارة أصوات أوغان أو خسارة التصويت الكردي، خياران إذن أحلاهما مر. قومي يميل إلى المعارضة أم ذو سياسة معادية للأكراد قد تميل به إلى أردوغان؟ بالرغم من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية حول دور أصوات المرشح سينان أوغان في حسم نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات، يطرح المرشح نفسه كالعامل الذي سيرجح كفة الميزان في أكبر عملية انتخابية في تركيا بعد أن ذهبت إلى جولة إعادة. أوغان مرشح تحالف الأجداد الأكثر قومية سيحسم قراره بعد المحادثات مع المرشحين الحاليين. يمكننا القول إننا لا ندعم أي من المرشحين. بالرغم من الميول القومية الجلية لأوغان، إلا أنه لا يمكن الجزم باتجاهه نحو تحالف الطاولة السداسية القومية، فدعم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لكليتشدار أوغلو هو الخندق الذي يفصل بين تحالف الأجداد والطاولة السداسية، وردمه هو شرط أوغان لتحويل أصواته الانتخابية لمنافس أردوغان. لكن التقارب القومي القومي قد يكبد كليتشدار أوغلو خسارة الأصوات الكردية. أنا أعارض كل منظمة لا تنأى بنفسها عن الإرهاب. أما خلاف أوغان مع أردوغان فهو ملف اللاجئين السوريين، بينما الأول يدفع باتجاه ترحيلهم لبلادهم بأقصى سرعة، يتمهل الثاني في عملية الترحيل بانتظار ظروف موائمة، ما قد يطيل أمد الأزمة. وعلى الجانب الآخر قد يضطر أردوغان للتخلي عن أصوات حزب الدعوة الحر الكردي ليكون الحائز على دعم أوغان هو من يتخلى عن الورقة الكردية. إيفا عمر، العربية. في جديد التطورات الميدانية فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، هذه الدفاع الروسية تقول قبل قليل بأنهم دمروا 5 منظومات باتريوت أمريكية في كييف. هذا التصريح جاء وفقا لبيان للدفاع الروسية، في الوقت الذي مسؤول دفاعي أمريكي قال أيضا قبل قليل بأن نظام الدفاع الجوي باتريوت كان تعرض لأضرار خلال هجوم صاروخي على العاصمة الأوكرانية، لكنه لا يزال يعمل. نعود إلى أخبار تركيا، حيث شدد كمال كليتشدار زعيم حزب الشعب الجمهوري على عدم السماح للعقلية التي سهلت دخول 10 ملايين مهاجر غير نظامي إلى تركيا بالبقاء لإدارة البلاد، مشيرا إلى أن حزبه سيقاتل حتى الفوز بالانتخابات. أنا أخاطب الجميع، لم نجد هذا الوطن في الشارع، لن نترك وطننا للعقلية التي سمحت بدخول 10 ملايين مهاجر غير نظامي بيننا. أيها الشباب، انهضوا وتخلصوا من ذلك اليأس الذي يخيم عليكم. أولئك الذين يحبون وطنهم سيأتون إلى صناديق الاقتراع. سنقاتل حتى النهاية وسنفوز بالتأكيد.
نختم ملف الانتخابات التركية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إنه واثق من الفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، مشيرا في الوقت ذاته أن المعارضة التركية لا تمتلك رؤية واضحة كما قال. واثق من الفوز بالجولة الثانية من الانتخابات وبفارق كبير. كليتشدار أوغلو تعرض لضربات كثيرة أكثر مما رأينا، وكما نقول دائما مشكلة المعارضة بتركيا أنها لا تمتلك رؤية أو برنامجا أو مشروعا. لقد غيرنا كل شيء في بلادنا، لكن للأسف لم نتمكن من تغيير المعارضة، لكننا نعتقد أن هذه الانتخابات ستؤدي إلى التغيير الذي ينتظره الجميع منذ سنوات. المخاوف من الذكاء الاصطناعي انحصرت خلال الأشهر الماضية بين صفوف الأكاديميين وأروقة المدارس. القلق الأكبر حينها كان غش الطلاب، لكن يبدو أن ما تنطوي عليه هذه التقنية من مخاطر يفوق ذلك بكثير. فسام ألتمان رئيس شركة أوبن أي آي للذكاء الاصطناعي التي تصنع تشات جي بي تي كشف أسوأ مخاوفه، معترفا بأنها قد تضر العالم. ألتمان حذر من مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتزايدة، مشددا على ضرورة كبحها والتخفيف من مخاطرها عبر تدخل حكومي حاسم. اقترح تشكيل وكالة أمريكية أو عالمية ترخص أنظمة الذكاء الاصطناعي على أن تتمتع بسلطة سحب هذا الترخيص وضمان الامتثال لمعايير السلامة. أما الضمانات حسب ألتمان فتشمل تنظيم عمل نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنها التكرار الذاتي، التسلل الذاتي، في إشارة إلى مخاوف تلاعب تلك الأنظمة المتقدمة بالبشر وحتى السيطرة عليهم. على كل حال نذهب إلى سان فرانسيسكو، معنا من هناك عبر سكايب دكتور أحمد منافع أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في جامعة سان خوسيه الحكومية. أهلا بك معنا دكتور أحمد في التاسعة هذا المساء. هل انقلب السحر على ساحر؟ هل يجب علينا أن نخشى ونقلق من الذكاء الاصطناعي؟ سؤال جيد جدا. الخشية جاية من عدم وجود الضوابط. وفي مثال بسيط، في الجلسة اللي في الكونغرس اللي حضر فيها سام ألتمان، بدأت الجلسة بنوع من الإعلان من واحد من الشيوخ أو من السيناتورز عن إنه كأنه هو اللي يتكلم أو يلقي الخطاب هذا، وطلعت في النهاية إنها عملية يعني مش هو اللي عملها، الذكاء الاصطناعي هو اللي عملها. كانت عبارة عن مثال على كيف الذكاء الاصطناعي ممكن يقلب الحقائق. طب دكتور أحمد، اليوم أمام هذه المخاوف، ألسنا نحن من صنعنا الذكاء الاصطناعي؟ ألسنا نحن من نحدد إذا هذا الذكاء الاصطناعي سيأخذ منحى الخير أو الشر؟ لماذا الخوف؟ الخوف أنه اللي موجود الآن عندنا، والأمثلة اللي ضربت في الجلسة وفي جلسة الكونغرس من ناحية نشر المعلومات المغلوطة أو الفيديوهات المغلوطة، هذه كلها ممكن تأثر على أحداث كبيرة. نعم. مثلا حروب قائمة، أشياء زي كذا. لكن كنا إن إحنا اللي عملناها. الآن اللي ماسك الذكاء الاصطناعي هي شركات خاصة وقليلة جدا. فهم خوفهم من الشركات هذه تتحكم في مصير العالم لما تكون عندها القوة هذه. طيب دكتور أحمد، هل فرض قوانين محددة لنشاطات وتطوير الذكاء الاصطناعي أمر كافي برأيك؟ كبداية، كخطوة أولى، جيد جدا. لأنه قبل حوالي شهرين في وثيقة وقعت على الوثيقة هذه اللي يطلبوا من الشركات الذكاء الاصطناعي بالذات هذه أوبن أي آي تبعت شات جي بي تي إنهم يأخذوا ثلاث خطوات: يوقفوا لمدة 6 أشهر، يكون في طرف ثالث يعمل عملية مراقبة عليهم، أو الحكومة تتدخل. كخطوة أولى لازم يكون في ضوابط. الضوابط هنا فنية أكثر منها قوانين عامة. مثلا إنه المعلومات اللي يستخدموها عشان يردوا على أسئلة المستخدمين لازم تكون في حد معين، إذا هي أكثر من حد معين تحصل على تصريح من الحكومة. طيب دكتور أحمد، هل يمكن مثلا الاستعانة بشرطة افتراضية للذكاء الاصطناعي على غرار الشرطة الموجودة في حياتنا اليومية؟ هي عبارة عن مؤسسة أو لجنة زي الهيئة اللي بتراقب مثلا الطاقة النووية وتراقب الاتصالات، فهي بتضبط أي نوع من المخالفات، وبعد كذا هي بتروح وراء هذه الشركات وبتعمل عليها غرامات وأحيانا بتوقفها عن العمل. فهذا هو الحل اللي رئيس الشركة طلب من الكونغرس أنه يساعد ويعملون هذه الهيئة. طب دكتور أحمد، هذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن ماذا عن باقي الدول؟ هل هناك في وعي حكومي، وعي شعبي
لدى الناس إزاء مثلا المخاطر إن صحت تسميتها للذكاء الاصطناعي خصوصا في المستقبل؟ أوروبا عندهم القانون اللي اسمه GDPR اللي هو بيحفظ الخصوصية، وهذا كان واحد من القوانين اللي استخدمته إيطاليا عشان تمنع شات جي بي تي لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع حتى يحدد مصدر المعلومات ويحترم خصوصية الناس. بقية العالم يعني يعتمد من بلد لبلد. الفكرة الأساسية أنه الآن متركزة في يعني في أمريكا بالذات، في المنطقة اللي احنا فيها في منطقة سان فرانسيسكو، هذه الذكاء الاصطناعي هي اللي فيه تركيز الشركات اللي بتتحكم في هذا النوع من التكنولوجيا. لأنه يا دكتور أحمد يعني سام ألتمان بتحدث عن ربما تنسيق حكومي شامل بين الدول، يعني آلية التنسيق كيف ستكون لكي نتصور الحد من المخاطر أو المخاوف أقل من الذكاء الاصطناعي؟ ضرب مثل زي يعني التحكم بالطاقة النووية مثلا والانتشار النووي، أنه يكون في نوع من الهيئة العالمية التي تتعامل معها بحيث أنها تضبط يعني انتقال المعلومات أو استخدام المعلومات أو استخدام الأجهزة. الفكرة الثانية أختي الكريمة أنه سام ألتمان رجل ذكي جدا، يعني اللي يتعامل معاه واللي يشوفه في المنطقة اللي احنا فيها يفهم ان الرجل هذا يفكر في المستقبل. لا. هو يحاول يحمي الشركة من مصير شركات التواصل الاجتماعي على اساس انها ما تصبح عدو للحكومة. هو جاء عندهم وقال لهم انا ابغاكم انتم يعني تعملوا لي نوع من التقنين والضبط على اساس ما يصير في مشكلة في العالم. فهو يعني خطوة ايجابية تجاه الحكومة. شكرا جزيلا لك من سان فرانسيسكو، كنت معنا عبر سكايب دكتور أحمد بنافع أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في جامعة سان خوسيه الأمريكية حكومية. تشات جي بي تي برنامج محادثات الذكاء الاصطناعي يواصل طرح المزيد من المخاوف في الأوساط العلمية والأكاديمية من خروج خوارزميات الأنظمة المتقدمة عن السيطرة وتأثيرها على حياة الناس، مطالبات في كل أنحاء العالم بوقف تطوير هذه التقنية الحديثة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على المجتمعات وتنذر بعواقب وخيمة في حال أسيء استخدامها. هذا التطبيق قد يضر العالم، هو ما أكده رئيس تشات جي بي تي سامويل ألتمان خلال إفادته أمام الكونغرس الأمريكي، حيث أشار إلى أن التدخل الحكومي سيكون مهما وحاسما للتخفيف من مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتزايدة بقوة، وضمن الاستراتيجية التي من شأنها وضع إطار تنظيمي لهذا التطبيق على حد قوله تشكيل وكالة أمريكية أو عالمية ترخص أنظمة الذكاء الاصطناعي على أن تتمتع بسلطة سحب هذا الترخيص وضمان الامتثال لمعايير السلامة، وسيكون دور هذه الوكالة التنظيمية الجديدة فرض ضمانات لتنظيم عمل نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنها التكرار والتسلسل الذاتي. تشات جي بي تي التقنية التي حققت قفزات نوعية أبرزها تطوير شبكات عصبية صناعية تحاكي في طريقة عملها أسلوب الدماغ البشري من خلال قدرتها على تحليل البيانات واتخاذ القرارات، طرحت أيضا قضايا وتحديات أخلاقية يجب مواجهتها بعد أن توسعت لتشمل إمكانية تضليل الناس ونشر الأكاذيب، فضلا عن انتهاك حماية حقوق الطبع والنشر وإلغاء بعض الوظائف. فاليونسكو تواصل تكثيف وتيرة جهودها لإعداد وثيقة عالمية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفق قيم تخدم البشرية والإنسانية. بعد 26 عاما على وفاتها لا يزال حادث مقتل أميرة ديانا قابع كما صورتها في قلوب الملايين. كيف ماتت أميرة ويلز؟ لغز محير طرح على الذكاء الاصطناعي لحله أو إعطاء إجابة عن هوية من تسبب بوفاتها. الجواب كان صاعقا، فالذكاء الاصطناعي رد بصور إحداها لشبيه بملك بريطانيا الحالي تشارلز الثالث أو والده، وأخرى لامرأة تشبه والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. الفيديو ومدته 19 ثانية لقي أصداء كبيرة لدى أكثر من 2 مليون شخص شاهدوه حول العالم، وترك للمشاهد تحليل الإجابة المصورة بنفسه.
مع استمرار السلطات الأمريكية في مكافحة عمليات القرصنة الإلكترونية، رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية لمن يزودها بمعلومات تقودها إلى توقيف وإدانة قرصان روسي متهم بالوقوف وراء هجمات ضد مواقع أمريكية وبمقابل مادي. القرصنة الإلكترونية، أمريكا ترصد 10 ملايين دولار لاعتقال قرصان روسي بتهمة استخدام برامج فدية إلكترونية. القرصان الروسي ميخائيل مدفيف كبد الولايات المتحدة خسائر مالية بقيمة 200 مليون دولار. المدعي العام في نيوجيرسي، القرصان كان يشفر بيانات مستشفيات ومدارس وجمعيات ووحدات شرطة بينها واشنطن والمطالبة بمبالغ مالية. العدل الأمريكية، ميخائيل مدفيف سيواجه عقوبة السجن لأكثر من 20 عاما بعد القبض عليه. مقتل شخصين كل دقيقة جوعا في شرق أفريقيا ليس توقعات بل واقعا لا مهرب منه، وفق تحذير منظمة أوكسفام. أوكسفام نبهت إلى أن أزمة الغذاء شرق أفريقيا قد تصل إلى ذروة جديدة في يوليو المقبل، حيث يموت شخص جوعا كل 28 ثانية بين الحين والآخر. أضافت أوكسفام أن الجفاف الناجم عن المناخ والصراع المستمر وارتفاع الأسعار للمواد الغذائية تسبب بمواجهة أكثر من 40 مليون شخص لجميع أنحاء شرق أفريقيا للجوع الشديد، أي بزيادة قدرها نحو 1/3 عن العام الماضي. كما رجحت معاناة 2.5 مليون شخص إضافي من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأشهر المقبلة بسبب التصعيد الأخير في السودان، علما بأن نحو 6000 لاجئ يفرون يوميا إلى جنوب السودان، ما يشكل ضغطا إضافيا على بلد يواجه نحو 63% من سكانه بالفعل انعداما شديدا للأمن الغذائي، وهذا أعلى مستوى في العالم. أما عالميا فيواجه حوالي 345 مليون شخص حاليا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، حيث يبعد 43 مليون شخص خطوة واحدة عن المجاعة. اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي أن اقتراحات الجمهوريين بفرض متطلبات للعمل على الأمريكيين الذين يتلقون بعض المزايا الاتحادية بالإضافة لفرض قيود على الإنفاق سيحسن الاقتصاد الأمريكي. أكد ماكارثي أن المفاوضات الراهنة حول رفع سقف الدين الأمريكي لن تشمل مناقشة الضرائب. تشارك السعودية في مهرجان كان السينمائي بدورته 76، تستقبل الخيمة السعودية نجوم وصناع السينما العالمية لتوقيع الاتفاقيات بين الشركات العالمية المنتجة للأفلام. وفد سينمائي كبير تشارك به السعودية في مهرجان كان السينمائي بدورته 76، حيث شارك نجوم العالم في العرض الأول لفيلم الافتتاح جان دو باري للمخرجة الفرنسية مايوين، وبطولة النجم الأمريكي جون ديب، وهو من إنتاج للمملكة العربية السعودية وفرنسا. طبعا احنا اليوم في مهرجان كان، وطبعا امس شهدنا اول اشتراك انتاجي من صندوق البحر الاحمر لفيلم فرنسي جان دو باري فيلم الافتتاح، فكنا كلنا موجودين كفريق عمل الفيلم مع نجوم جوني ديب والمخرجه ماي وان. شيء واضح انه قاعد نرتبط مع السينما العالمية والفرص قاعد تكبر، والحين كل أحد يعرف أنه السينما السعودية صارت أرض خصبة لهذا المجال. وللسنة الثالثة على التوالي تحضر السعودية في مهرجان كان السينمائي في سوق المهرجان، حيث تستقبل الخيمة السعودية نجوم وصناع السينما العالمية لتوقيع الاتفاقيات بين الشركات العالمية المنتجة للسينما، وسيتم تكريم 6 فنانات من العالم العربي وأفريقيا باحتفالية للسينما السعودية.
أول شيء الدعم لا محدود ولا منقطع، يعني قاعدين إحنا قاعدين نلاقي دعم من كل مكان، والريدسي من أهم الداعمين لنا. بصراحة كنا محتاجين الفرص هذه، وكنا محتاجين إنه إحنا نوصل صوتنا للعالم، نوصل أعمالنا للعالم، نوري العالم قديش عندنا ناس مبدعين وناس فعلا موهوبين. والحمد لله يعني قاعدين نحظى بالدعم، وقاعدين نحاول نكون على قدر المسؤولية، وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية راح يكون في أشياء بتفرح العالم العربي كله بإذن الله. على مدى أيام المهرجان ستشهد هذه الخيمة ورش عمل وعرض لأفلام السعودية أمام الشركات وصناع السينما العالمية من أجل إشراك هذه الأفلام في المهرجانات والملتقيات العالمية. اجتماعات ولقاءات مستمرة للسينمائيين القادمين من المملكة العربية السعودية هنا في هذه الخيمة في مهرجان كان لتبادل الخبرات وتوقيع الاتفاقيات بين مختلف السينمائيين العالميين المشاركين في المهرجان هذا العام. سعد المسعود، العربية، مهرجان كان، السينما الدولي، جنوب فرنسا. في نهاية التاسعة هذا المساء لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. في أول ظهور له منذ أسابيع، البرهان وسط جنود من الجيش أمام مقر قيادة القوات البرية والقيادة بالخرطوم. وأنتهز هذه الفرصة للترحيب بمشاركة الجمهورية العربية السورية في اجتماعنا اليوم. قمة جدة العربية تنطلق باجتماع وزراء الخارجية التحضيري وبحضور سوري وعربي كامل. فرنسا تضيق الخناق على جماعة الإخوان وتجمد 25 مليون يورو في حسابات تابعة للتنظيم. My worst fears are that we cause significant we the field the technology the industry. مؤسس تشات جي بي تي يؤكد المخاوف ويعترف الذكاء الاصطناعي يضر العالم إذا لم يتم تنظيم عمل. تاسع هذا المساء انتهت، ولكن أخبارنا بالتأكيد مستمرة بعد قليل. 360 ساعة إخبارية مختلفة. معك يا راوية، مساء الخير يا راوية. مساء الخير يا نادين. طبعا سنتابع بملفات السودان وكذلك الانتخابات، انتخابات الإعادة للانتخابات التركية وكذلك الاجتماع التحضيري لقمة جدة. تفضلي راوية، إليك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.